لا تعكس الإطلالة على قلب منبج ما يحيق بها من مخاطر في هذه البلدة التي دفعت ثمنا باهظا لطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها عام 2016. يتابع أهلها من عرب وكرد حياتهم على نحو اعتيادي، لا حول لهم ولا قوة في تحديد مصير مدينتهم التي تتنازعها مشاريع أكبر من قدراتهم بكثير. قبل بضعة أسابيع دوى انفجار وسط هذا الشارع المزدحم لينجلي الدخان عن تفجير انتحاري تمناه تنظيم الدولة، وأسفر عن مقتل 4 أمريكيين من القوة العاملة هنا كانوا يترددون على هذا المطعم. يجهد صاحبه لإعادة افتتاحه سريعا رغم إدراكه أنه استثمار غير محمود العواقب بعد أن قاربت الحرب ضد تنظيم الدولة على النهاية واقترب موعد انسحاب القوات الأمريكية. على بعد بضعة كيلومترات في اتجاه الشمال والغرب ثمة خطر داهم، فتركيا تهدد باقتحام البلدة متهمة وحدات حماية الشعب الكردية بالسيطرة عليها. يؤكد الكرد بدورهم أن الوحدات انسحبت من هناك، بأن المدينة مؤمنة من قبل أبنائها المنضوين تحت مظلة مجلس منبج العسكري، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا التي تتهم الوحدات بأنها الجناح العسكري السوري لحزب العمال الكردستاني، وتطالب بإعادتهم إلى ما وراء حدود نهر الفرات وفرض سيطرة قوات سورية موالية لها على البلدة. هذه هي إحدى النقاط العسكرية التابعة لمجلس منبج العسكري في مواجهة القوات التابعة لما يعرف بدرع الفرات المدعومة من تركيا هنا عند خط نهر الساجور الذي يفصل بين القوتين. كما أبلغنا من قبل قوات مجلس منبج العسكري هنا لا يوجد أي حشود عسكرية على الجانب الآخر كما كان عليه الحال قبل بضعة أسابيع، باستثناء بعض المناوشات الخفيفة التي تقع بين الحين والآخر. ليس ثمة تهديد جدي بشن عملية عسكرية تركية منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة بلاده لسحب قواته من شمال سوريا. لم يطرأ أي تغير على وضع القاعدة الأمريكية في منبج بعد، ولا تزال الدوريات الأمريكية المشتركة تسير في المناطق الفاصلة بين مجلس منبج العسكري وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا، لكن يتوقع أن تتوقف قريبا مع بدء الانسحاب الأمريكي. ليس بعيدا عن خط نهر الساجور ومرورا بالقاعدة الأمريكية ثمة لاعب آخر عاد للمنطقة واتخذ مواقعه في بلدة عريمة القريبة. هنا أقيم مركز للتنسيق بين روسيا والقوات الحكومية السورية ومجلس منبج العسكري. يقول جمال أبو جمعة رئيس مجلس بلدة الباب العسكري إن الجانب الروسي هو الذي يتولى مسؤولية التنسيق والقيادة. لا، هذا المبنى الأساسي هو المبنى اللي عليه الأعلام الثلاثي. هلا وفي عدة مباني هوني، يعني هو كلياته اسمه مركز. بس أكثر من مبنى. إيه، بس هون مطرح الأعلام لأنه منطقة عائلة يعني، مشان يبين الأعلام إنه في تواجد القوات، رموز القوات موجود. حاليا من هذا الموقع مركز هذا مركز التنسيق، القاعدة الأمريكية الموجودة هون كم تبعد عن هذا الموقع؟ تبعد 10 كيلومتر. 10 كيلومتر. ما في أي تواصل بين الجانبين، ما في أي. هلا المنطقة هون موجود القوات الروسية يعني وقوات مجلس الباب العسكري. حصل بين بين الروس والقوات مجلس الباب العسكري، حصل أي تنسيق مع الجانب الأمريكي منذ يعني عادت القوات الشرطة العسكرية الروسية لهذا؟ هلا نحن اللي لما عادت القوات الشرطة العسكرية، طبعا الشرطة العسكرية كانت قوات الروسية موجودة قبل. وراحوا فترة وبعدين ردوا عادوا لهي المنطقة بالتنسيق معنا. يعني الأرض الواقع موجود تنسيق معنا وقواتنا اللي موجودة في العريمي والقوات الروسية، طبعا في قوات حرس الحدود تابع الحكومة السورية. كما هو الحال في مناطق النفوذ الأمريكي، تسير الشرطة العسكرية الروسية دوريات على طول الجبهة التي تفصل قوات مجلس منبج عن قوات درع الفرات عند هذا المحور. ويبدو أن ثمة تعويل من قبل قوات سوريا الديمقراطية
على دور روسي لملء الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي المزمع من شمالي البلاد، والحيلولة دون تنفيذ تركيا لتهديداتها باقتحام منبج ودفع القوات الموجودة فيها إلى ما وراء حدود نهر الفرات. لكن حتى فيما يتعلق بالضفة الأخرى للنهر والتي تعرف بمناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، تزداد التهديدات بعمل عسكري تركي على طول الحدود. تسعى أنقرة لإقناع واشنطن وموسكو لإقامة منطقة آمنة لعمق يصل لثلاثين كيلومترا على طول الحدود بين سوريا وتركيا. يخشى الكرد الذين قدموا آلاف القتلى لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق سيطرتهم الحالية أي تسوية قد تتيح لتركيا إقامة المنطقة الآمنة بعد الانسحاب الأمريكي، ويجهدون دبلوماسيا على كافة المستويات لإفشال هذا الاقتراح. لا يزال باب المناورة مفتوحا، إذ تشير التصريحات الرسمية التركية إلى أن الاقتراح لم يلقى قبولا لدى الجانب الأمريكي أو الروسي حتى اليوم، وهو ما يؤكده القيادي الكردي ألدار خليل. صيغة المنطقة العازلة أو المنطقة اللي ثم تضارب كبير بالأنباء فيما يتعلق بخصوص هذا رسميا، ما الذي يعني أبلغتم به؟ ما هو التصور الذي يتم الحديث عنه؟ حقيقة ما زالت حتى الإدارة الأمريكية غير واضحة وغير يعني هي أيضا لا تعلم كيف ستتم الأمور. هل إحدى الصيغ المطروحة هي انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من هذه المسافة بضمانات روسية لتركيا بأنها ستخلي هذه المواقع على مسافة 10 أو 12 كيلومتر لا توجد على الحدود إطلاقا؟ عندما تم طرح موضوع المنطقة الآمنة كل طرف بدأ يطرح ما يفكر هو به وحسب الزاوية التي يقف بها، فتركيا تطرح ما تجده مناسبا لها أو جيدا بالنسبة لها، وهي طبعا بالنسبة لها أفضل شيء هو أن لا نكون نحن موجودين، يعني لا يكون هناك شيء اسمه كردي أو نظام ديمقراطي. لكن قد تكون الرؤية الروسية مختلفة أو الرؤية الأمريكية أيضا قد تكون مختلفة ورؤيتنا أيضا مختلفة، لهذا أنا قلت يعني لا يوجد لغاية الآن بلورة حاسمة وواضحة حول ماهية هذه المنطقة، ولكن نحن اقترحنا على هذه الدول بأن تكون المنطقة الآمنة عبارة عن تواجد لقوى تابعة للأمم المتحدة على الشريط الحدودي الفاصل بيننا وبين تركيا، لأننا نخشى دائما من أن تركيا تهدد أمن منطقتنا. يقول ألدار خليل إن الإدارة الذاتية لا تمانع عودة الجيش السوري للسيطرة على الحدود مع تركيا والعراق ضمن تسوية شاملة قدمها مجلس سوريا الديمقراطية للجانب الروسي، لكن دمشق لم تقل كلمتها بعد حتى اليوم. تترقب المشهد من على أطراف الفرات، ربما تنتظر سكوت المدافع بعد هزيمة تنظيم الدولة والبدء بالانسحاب الأمريكي ليضعف موقف الكرد التفاوضي بعد انكشاف ظهرهم على تركيا الحائرة بدورها في التعاطي مع أحفاد تنظيم القاعدة في إدلب بانتظار مشورة موسكو التي تستعصي تناقضات تحالفاتها بين إسرائيل وإيران على علم السياسة وفنونه. هي بلاد يخشى أن تبقى أسيرة الاقتتال تتناسل الأزمات فلا تكاد تضمد جراح حرب أثخنت الخارطة حتى تفجع بطبول أخرى تعمد أجيالا جديدة بالدم وتورثهم تبعاته. يقول ابن منبج شاعر العرب البحتري: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. فراس كيداني، BBC من شمال سوريا.